السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نطرق لواحد الأمر ديال الباتي، كيفاش نعطيه للطيور. والحمد لله لقيت واحد النجاح كثير في هاد الأمور. هذه الباتي، هذه اللي تنستعمل ما شاء الله فيها بعض الحبوب، يعني النيجر وهذه وزرعة الكتان وهذه فورميد موبايل، هذا من إيطاليا. هذا جميل، هذا الطيور الصغيرة وحتى الكبار، لا بد تعود تقريبا الأنات ياكلوا باش يبداو يوكلوا به الأولاد. وتقدر ديروا حتى في السيرنج هذيك البراء، وتقدر توكلوا الأطفال الصغار، يعني تزيد فيه شي فيتامين وراه مزيان هذا. وعندك سميتو ديال سميتو اللقاح، راه يلاه طحنتو، هي هذه بي بولن، بي بولن هي ديال اللقاح. وعندك سميتو زيت الكبد، هو زيت الكبد هذا ما شاء الله، هذا تنستعملو، هو ما تنكترش منه تقريبا مرة جوج مرات في الأسبوع. وعندك هذه ييست، هذه خميرة البيرة هي ما شاء الله. وعندك الكالسيوم، الكالسيوم هادشي اللي كاين، هادي الخلطة اللي نستعملو إن شاء الله. بسم الله، يعني الأمور اللي نستعمل هنايا تقريبا تنزيد غير على حسب هاد الخلطة هادي. عينك ميزان كيف تقولوا، يعني هادي كفاية، يعني شوية البيض ما تكترش منه وصافي، هادشي اللي كاين. هذا كما قلت لكم يعني في بولن ديال اللقاح، حبوب اللقاح، يعني تزيد في المناعة ديال الطير، تزيد في المناعة ديال الطير. وعندك تقريبا هذه خميرة البيرة، ما تكتروش منها، تندير تقريبا هذا المعلقة صغيرة، هذه تقريبا فيها 1 غرام. والكالسيوم، عندك الكالسيوم تدير له شويه فيه وصافي، يعني تقريبا في هذه الخلطه، هذه في هذه العبار، على حسب الحجم، على حسب شحال من طير عندك. تندير وحده ونص، يعني تندير وحده ونص هذيك المعلقه اللي كاينه لداخل. وف المساله ديال سميتو ديال زيت كبد الحوت، تقريبا تندير ملعقة باش هذوك الحبوب وهذاك كاع كلشي يندمجو تماك، باش كلشي يندمج تماك، يعني حبوب اللقاح وكاع ديك الأمور تماك إن شاء الله. وهذه هي الوصفة اللي تندير، وتنعطي لهم تقريبا هذه الخلطة هذي، تنعطي لهم تقريبا جوج حتى لثلاثة المرات، ولكن زيت كبد الحوت تنعطي لهم جوج المرات، فهمتيني؟ مرة تنديرو مع الحبوب، ومرة تنديرو مع هاد الخلطة ديال البيض. خصك لابد تخلط مزيان، يعني خلطة الحمد لله هذه اللي تندير تقريبا هذه السنة. والحمد لله لقيت واحد الحمد لله يعني مزيانة، فهمتيني؟ مزيانة. وتبارك الله عليكم الإخوان، ونسأل الله التوفيق للجميع هذه السنة، والله يبارك فيكم ويبارك في الطويرات ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.